على هامش انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس بمراكش، تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين زوار مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للأمن القومي والشؤون الخارجية سرتاج عزيز. المباحثات تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في المجال الاقتصادي. بين باكستان والمغرب علاقات طيبة جدا، ويتعين علينا الآن فقط تحسين علاقاتنا الاقتصادية. فحجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر ب 450 مليون دولار، ونطمح الآن إلى مضاعفة التبادل التجاري بيننا في السنوات المقبلة. ونحن الآن بصدد مناقشة عدد من المقترحات لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية. المسؤول الباكستاني أشاد خلال اللقاء بمكانة المملكة في العالم الإسلامي ودورها في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني.